طب تصدقي يا بنت، نص اللي موجودين حواليكي مولودين في السجون. انا مش عارفه بتستحملوا السجن ده ازاي. ده لو وقفت مع امي دقايق قدام باب الحجز كان هيغمل عليا. معلش، بكره تكبري وتجربي وتفهمي. ما يلا بقى يا بنت قومي نامي بقى. الله، انت هتاخدي الدكتوراه. يعني ايه؟ يعني خلاص، ادام بتعرفي تقري وتكتبي وتلطني كلمتين انجليزي خلاص. بس انا داخله ثانويه عامه يا بنت، هو انت هتشتغلي بيها؟ الله، يلا بقى انا عايز اروقك كده وانزل امرنك على حياه عيني. اشتغل واحمدي ربنا انك هتتمرني ببلاش، غيرك بيدفع بالدولارات للخبير الاجنبي. الو، ايوه ناديه، ازيك يا حبيبتي؟ معلش. ايوه، عريس جديد بقى وجسمه مكسر، ما ردتش عليكي من اول جرس زي الاول. ايه ده، انت معاك محمود؟ شش، تخمني. ايوه ناديه. بقى كده. طيب اسمعي، لو حصلوا ثبتوكي تديني رنة. ايوه، وانا عليا الباقي. اهم حاجة انك تسجديه وتوصلي لحد عنده وانت صاحية. ايوه، انا عارف هو هياخدك على فين. مع السلامة يا حبيبتي. ده يا اخويا اللي بيكلمك وش الصبح؟ انت مال اهلك؟ قوم اعملي لي كوبايه شاي. ايه ده؟ انت مش هتنام؟ مش هتخمد. على راي اللي قال الحريم عتاب. هات الهواية بسليمة يا رب. شكرين منكم قوي. الله يخليك يا معلم، عقبال انجالك. يلا يا بهوات، يلا كيفوا العدة، شوفوا لنا الميكروباص فين، زمان السواق نام في العربية. ايه يا اختي، مالك مالك؟
عنتر السنان هنا. عنتر السنان مين؟ جوزك؟ لا انا كدبت عليك يا سيدة، حقك عليا. ده واحد عايز يقتلني. يا لهوي يقتلك؟ وليه الوقعه السودا اللي انت وقعتيني فيها دي؟ ليه تنطيني معاكي يا شربان؟ حقك عليا والله، ما كنت اعرف ان هو هيوصل لي ابدا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين واجي منين؟ انا مش هسيبك، ده قتل قتله ممكن يقتلك. يا لهوي يقتلني؟ طب واجي معاكي اعمل ايه؟ انا هسيب حالي ومالي؟ والله هعوضك عن كل قرش راح مني. طب هنروح فين؟ والله ما انا عارفه، بس زي ما دقت باذن الله هيفرجها. تعالي معايا. يلا. ايه؟ افتح الباب، انا عارف الحاجه. ده ايه اللي حدفوا علينا السعادة ده؟ لقيت ناديه فرج، لقيتها فين يا حاف؟ في بحري، السنان وراها، يا يعني شغلها معايا اقتلها. يا ليله سودة، وايه اللي ودعها عند ابن المفتريه ده؟ اهو اللي حصل. هتسيبها لوحدها عشان خلعت منك، ولا هتتصرف وتطلع راجل وبعدين نتحاسب احنا مع بعض؟ عيب الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاف. بنتك مهما عملت برضه بنت حتتي، لحمي ودمي. اقرقشها بسناني؟ ايدي الغريب تتمد عليها اقطعها. واحنا كنا عشان نشرب عليه؟ هو احنا قد عنتر السنان يا اخويا؟ يا وليه خليكي محضر خير. هو انت خاسس عليك ايه؟ ما هو جوزنا هو اللي هيروح فيها. شش، خش جوه، حط بسالك في بوقك وادخلي جوه. يا راجل يا ناقص خايفه عليك. يلا. احنا قبل ما نوصل لها يا حاف هيكون دباحه وعمل عليها شرب. لا ما تخافش، ناديه مش قليله، هي هتتصرف معاه لحد ما يجيبها مصر. بعد كده بقى حلو، هنا هيبقى الملعب ملعبنا. ايوه بس احنا نعرف ازاي يا حافي. مالكش دعوه انت. لا اقعد يا حافي، المشوار ده مشوار موت، يعني لازم اعرف كل حاجه وبالتفصيل. دي حكايه طويله وغريبه قوي قوي يا شربات. يا اختي اسمي ناديه. يوه نسيت، بس عايزه اقول لك اللي يعيش يا ما يشوف. انت عرفتي اللفه دي منين؟ يا اختي انت ناسيه ان انا واخده المديريه كلها متراجل. وبعدين هي كده الناس لما يعوزوكي في اول الفرح يبعتوا لك الركايب لغايه عندك، اول يا حبيبتي الفرح ما يخلص خلاص ما يعرفوكيش، وتضطري تاخديها متراجل. يلا متراجل بسرعه. معايا بقيه العربون. حلو ده، يقضينا لحد ما يلا. يا لهوي تمسحها على فين؟ خنزيره. عربيه حامد بيه هتوصلكم. اني عارف ان كيداها ما تخلع بيك من جبل البلد، مش كده؟ احنا ما شفناكش الا لادي. اديكي شفتي، اني قلت ما رضيتش تركب معاك الكاريته، روح لواد بالمرشيد يمكن تركب. ايه اللي حركه ده؟ اني ما صدقت اللي جايتك. يدك يلا يا أخي. يلا الشنطة مفتوحة؟ مفتوحة. ايه رأيك بقى في الخن بتاعي؟ حاجة كده بعيدة عن البلد والبيت ووجع القلب. ده حاجة جميلة قوي قوي. ربنا يزيد، ربنا يبارك. بس ما قلتليش بقى يا ست الستات، انت ليه كنت حرانة عليا كده؟ يوه ما انت عارف ان انا برضو. بس بقول لك ايه، بلاش بقى الرواية بتاعت جوزك واهلك دي اللي كلكوا عتقولوها، احسن بقت قديمه وماسخه. ان شاء الله عدمك يا حامد، ما بكذب عليك ابدا، ده احنا هربانين منه. ليه؟ هو جه وراك لحد هنا ولا ايه؟ ده حتى كان عايزها ترجع معاه، والا بقى تدفعله 20,000 جنيه عشان يطلقها. 20,000 جنيه؟ ايه كتير عليا. ليه عبيط مين ده اللي يقولك ده؟ ده انت تستاهلي 20 مليون. ان شاء الله يسلم اصلك. طب خليها يهوب ناحيتك وانا اخلي الرجاله ياكلوه. تبين القعدة هتحلو، اعمل لك كباية شاي يا حامد. واه ودي تيجي برضك؟ اقعد انت وانا اخلي اي طور من اللي بره يعمل. لا انا نفسي اعمل لك كباية شاي بايديا يا حامد. تسلم ايديكي. ايه اقولك بقى ان دي هتبقى احلى كباية شاي اشربها في حياتي. ان شاء الله تعيش. فين المطبخ؟ على ايدك اليمين. دي؟ لا دي. دي وماله يا حامد دي؟ بقول لك ايه يا كيداء، تشرب الشاي من هنا او تطلع تنامي في الاوضه اللي فوق، ما اشوفش وشك قبل ما العصر يبدا. ما هدا هروح اساعدها في الشاي. ايه يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ بنعمل شاي على الركي. ده اللي بيسموه الشاي المغلي. ايوه. لا خدوا جربوا بقى الشاي بتاعي ده. تسلم ايديك الجمال دول. من يد من عدماش. خد يا ابوي.
هات يا ست الكوري. تصبحوا على خير. وانت من أهله. يا سلام. شهدت ايه يا اخواتي ولا ايه؟ انت لسه شفت حاجة؟ ولو اني ما ضربتش حاجة النهاردة بس حاسس واني قاعد وياكي كده ان مزاجي عالي قوي. ولسه ياما هيعلى الفجة وجو. بقول لك ايه يا كايدا، انت شكلك كده دايخة وتعبانة قوي، ما تقومي تريحي فوق. لا سيبها هي، انت اللي هتريح في وسطينا دلوقتي. اريح مين؟ ده انا ما صدقت اتقفل علينا بقى. يا عم اقعد وانت طويل واهبل كده. يو ايه هو في ايه؟ اقعد يا خرونج. فانت بتخطفني بعد ما قلت لك لا مره واثنين وثلاثه؟ تقد يا واد. انت حطيتي لي ايه في الشاي؟ الله يخرب بيتي. الله يخرب بيتك انت، ما تخافش يا اخويا مش هتموت، هيغمن عليك وهتشوفني وانا بسرقك بنين عينك. انت مش هتخرجي من هنا على رجليك. انسى، رجالتك زمانهم بياكلوا رز مع الملائكه وانت كمان يا بابا. قلتلك حجيبك واستخسر فيك الدم. اذبحني زي ما انت عايز بس سيبني خلص معاه. كان زمان يا نادية. بقول لك ايه يا عنتر، انت اللي رفعت عليا سلاح الاول. امشي قدامي يا بنت بدل ما تفينك مطرحك. عنده انفاد، خليني اخدها منه ونتحاسب انا وانت ولا نموت بعض في الاخر زي ما انت عايز. اسعى خنزيره. يا معاد جت ردت؟ ايوه رنت، وزمان نادي عنده دلوقتي. جاهزين الرئيس بركه؟ ايه كم واحد؟ لا يسمع اسم نادي انسحى يومنا على سريع على طول. بنتك بقى لها جمهور حاد. مال طول عمرها ستار، المهم السلاح. دمار شامل. طيب جدع عيالك يلا بينا. انا عارف المخزن بتاعه. لا المخزن ده بعدين، دلوقتي في مشوار لازم نعمله. يلا. كان مالي ومال الجوافة، دي عايزة لبس وقيافة. اسكت يا ولية انت بدل ما اقطع لسانك حتت. كلمها عدل، دي خالتي. خالتك انت كمان هتديني اوامر؟ ايش حالها ما كنتش متكتفة وروحك في ايدي؟ روحي في ايد اللي خلقها، لا انت ولا عشرة زيك هيموتوني ساعة قبل اواني. طب ومية النار والسينك دي؟ ده انا هقطع جدتك حتت حتت. تخليص ذنوب، اطلع له خفيفه خفيف. يا ولية تهدي، هو انت مفيش حاجه بتهدك؟ مفيش الا اللي خلقني هو اللي يهدني بس. تشتريني بالادب اهلا وسهلا، بالعافيه لا. ما انت اللي غدرتي. ما انت رفعت عليا سلاح بعد ما وجبت معاك. عبيط، كان زماننا مخلصين كل حاجه وحبايب وقاعدين مع بعض زي الفل. اخ لو ما كنتش عارفه ان انا محتاج كنت قطعت. ايه ده يا سلام؟ خنزيرة ولا فرق بقرة؟ عايز ايه يا ولد؟ نادية الخسانة بنت بلدنا وبنت حتتنا يا جدع، ما تركبش دماغك وتحط العودة في المنشار. اضرب دماغك في الحيط ورينا هتعمل ايه. لا ما تستهترش بينا، ده احنا ممكن نولعها. انت لسه عايش حافي؟ والله انا افتكرتك موت. مش هنمشي من غيرها يا سنان، ما تركبش دماغك بقول لك، بدل ما الحكومة تيجي تلمنا جيتك. انت قاعد بتهددني وفي منطقتي كمان؟ لا بس بحمى عرضي وانت الساد اللي انت حاجزة عندك دي مرات. وريني يا اخويا قسمة الجواز وانا خليها تطلع معاك دلوقتي. ما بنكتبش قسايم يا جدع، بنشهر ونعلن وننفذ شرع ربنا وبس. كده يبقى كل واحد بدراعه بقى يا حبيبي. وريني هتعمل ايه؟ يعني راكب دماغك يا سنان. مش بقول لك الزوم مش هينفع معاه خنزيرة. طب بص بقى يا معلم اللي لاعب نص البلد، مراتك وابنك عندي، هجيب لي نادي انزاحه سليمه لحد باب البيت، هتاخدهم سلام. خدش صغنن في صباعها الصغنن هسيح لك دمه. ده شيك بنص المبلغ، النص التاني بعد الاجراءات بتنتهي. هتنتهي بأسرع ما يمكن، خلال أيام هتكون كل الأوراق اتمضت. يا أخي أنا أول ما قابلتك قلت إيه الراجل الكشف ده؟
كنتش متصور ابدا انك ممكن تتعاون معانا وتسهل لنا الامور بالطريقه دي. شكل لازم اتاكد من امانتك معايا، ولا اي حد هيدخل عليا المكتب افتح له قلبي واقول له اتفضل. عندك حق، عندك العيب. انا لو عليا كنت مشيت لك شغلك من غير اي حاجه، لكن انا مش لوحدي، في ناس اكبر مني وكل امضى تمنها. طب يا ريت بقى تخليك فاكر اساميهم عشان تبقى تقولها في التحقيق. تحقيق؟ تحقيق ايه؟ اتفضل معانا لو سمحت، المقابله كلها مسجله بصوت الصوت. عملتها يا احمد يا زهران؟ لازم تعرف ان مفيش قوه في الارض ممكن تجبرني ان ادفع رشوه. بس برضه مش هتاخد الارض. هاخدها، هاخدها وبالقانون. ايه بقى قابلني؟ عرفت بقى ان الحكايه مش حكايه فلوس يا ناديه؟ اديك مشيت وكسرت بقلبي، واديني برضه جيت وراك لما اتزنقت. ايه اللي يخليني انا اروح لواحد زي عنتر السنان عشان الفلوس؟ يعني هتفيدني بايه بقى لو طلقه جاتلي ولا سنجه جات في دماغي؟ محدش نجدك غير لحمك ودمك يا ناديه، وانا مرضتش اعرضك قبل كده، لكن بصراحه بعالك عن هنا في خطر عليكي. مهما كانت قوتك وجبروتك ودماغك برضه محتاجه الراجل يحميكي ويحاجه عليك. وانا عن نفسي من كفك ده لكفك ده انا، وانا مش عايزه اتجوز. وحياه ابوك لم تجرب. يا جماعه يا جماعه، الكل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. لا ما تاخذنيش يا حبيبتي، الغريب ملوش كلام بينا. لا لا، الا كيداهم تقول اللي هي عايزاه وقت ما هي عايزه. يا ستي على راسي من فوق اي حد يجي من طرفك، على راسي من فوق. الله، قول انت بس وانا اسيب كل حاجه وابقى خدام تحت رجليك يا مالك. نادي الله، وبعدين بقى انا بحبك يا نادي. وانا ما اتجوزش على درتين. السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله على سلامه بنتك يا حاج. الله يسلمك يا عطا. انت فيكي حاجه لله يا نادي يا عطا؟ يا عيون عطا. انت تعال. يخرب بيتك، قلت ايه؟ بقولك انت طالع يا ولية مال. ربنا يولعك بجاز وتكون المطافي اجازة منك. لا يا نادية يا بنت الحبساجي، اشوف فيك يوم زلزال يا رب، زلزال يا رب على البيت ده بس يا رب. عادي، واحدة خلصنا منها يا نادية، التانية في الحبس تطلع بس بالسلامة واطلعها هي كمان، ولو عايزين اذبحهم لك هما الاتنين تحت رجليكي اذبح. هي نادية، ابعت اجيب الورقتين والشهود ونكتب العقد. لا نادي عن زحمة تجوزش كده، دي جيلها اكبر معزون في البلد، ويتعمل لها فرح 40 ليله وليله. 40 ده عازه، 1000 ليله وليله. يا فندم اوراق المشروع كلها سليمه، انا بستنجد بالدوله مش عارف اشتغل. واحنا ما تاخرناش عنك يا احمد، المسؤول اللي انت بلغت عنه اتقبض عليه. بس لحد دلوقتي مش عارف استلم، موظفين اللي حواليه بيعاقبوني معتبريني عدوهم، كل ما بخطي خطوه لقدام بلاقي مليون عقبه. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقول لسعادتك بالظبط. ولسه بقى مشاكل البنى والتراخيص والمرافق، سلسله ملهاش اخر. صدقني مش هيسيبوني. ما تقلقش، اي مشكله تواجهك بلغني بيها فورا، حتى لو كانت خارج اختصاصاتي. انا هوصل صوتك لاعلى مستوى، وهجيب لك حقك لو كان لك حق. كنت فيه وانا فيه، اتلمني مالك يا بنت كئيب على الصبح كده؟ مش هتطلق امي يا بنت؟ هطلعها ايه بس وهي في السجن؟ يا فرحتي، ما انت في الاخر برضه هتطلقها. بقول لك ايه، ما انا مالكيش دعوه بالحوارات دي خالص، انا عايزك تشوفي لي حالك. حالي؟ ايوه، عايزك بقى تشطبي لي موضوع الدراسه ده السنه دي عشان القرش يجري في ايدك. ايوه يابا، بس انا انا ابوكي، اقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه، ويلا بقى لمي لي هدومك عشان تغوري من هنا. يا نهار اسود، انت عايز تطردني انا كمان من البيت ولا ايه؟ يا بنت المجنونه هطردك ايه؟ الصناعيه جايين علشان يضربوا وش ابويا، يلا اشوف لك حته تتاهوا فيها يومين وترجعي. بيهون عليك تفرح وتهيص كده وامي محبوسه يابا. محبوسه محبوسه، هلا لو وحشاكي قوي اطحي لك حد وروحي لها، ده حاجه تفلت. ايه اللي يخلي واحد زي عنتر يصمم عليا قوي كده؟ وهي دي عايزه سؤال؟ ده انت القسطة. تكلميش في السياسه يا بت. يعني ما كانش يقدر يتصرف من غيري؟ هو لو كان يقدر يتصرف من غيرك ما كانش جيل وراك. مين عارف
يمكن راش كبيرة وما يقدرش عليها لوحده. يمكن ياه. تعال على أنا. أهلا أهلا يا خنزيرة، تعال أقعد. صباح الخير على أحلى عروسة في مصر. صباح الفل يا عم فرج، شايك سكر وإيه؟ سكر زيادة يا سكر. إيه الجو ده؟ ما بحبوش، بتخانق. يا رجعت في كلامها ولا ايه؟ لا ما تخافش، احنا اتفقنا خلاص. امال انت عايزني ليه؟ الله، هو يا ابني مش في قاعده لازم نقعدها مع بعض؟ لازم كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه وننفذ اتفاقاتنا الاول. اتفاقات ايه لا سمح الله؟ نعم يا حبيبي، انت نسيت ان في مهر ولا ايه؟ يا جدع انت عيب عليك، بقى بعد العوى اللي انا عملته ده تكلمني في مهر؟ لا حبيبي، دينارة ودينارة، احنا اتفقنا على كده. هو انت فاهم انها ممكن كانت توافق عليه لولا زن ابوها عليها؟ طبعا ما جيبها واحد واحد مش واحد، انا بنتي لازم تتاقل زي اكبر عنجرانيه في البلد. ايوه يا حافي، بس لازم نقدر اللي خنزيره عمله. الله، انت قلبت على الوش التاني يا وام. لا ما اقصدش يعني نقسم البلد نصين وعنب كده قوي. انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا، وقلت نص أرنب يعني نص أرنب. أنا برضو مش قادرة أفهم يا نادية إزاي هتتجوزي البلطجي ده اللي يا ما هربتش منه. أم لطفي وأبويا بيقولوا عشان أقعد هنا لازم أتجوز. لا، أنت نسيتي الحملة اللي كان عاملها عشانك. عشان كده هقول له لأ إزاي؟ يعني أنت دلوقتي من جواكي راضية؟ من إمتى بعمل كل حاجة راضية عنها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. آه يا عيني علينا وعلي بيجرنا. اسمعي، هما دلوقتي كلهم مشغولين، محدش هيقدر يقطرك. حبيبتي لو حتى فكروا يقطروني فأنا كيداهم. روحي انت على البيت اقعدي ارتاحي كده 24 قراط، وانا ان داق بيا الحال هتلاقيني عندك. عمري ما هنسى جميلك عليا. والله يا نجا ما انا عارفه مين اللي عامل جميل في التاني. عموما يا رب يديكي على قد عمايلك. يا رب. لا بلاش عمايلي. الإجراءات إن شاء الله هتنتهي بالكتير خلال أسبوع، وبعديها هنستلم الأرض. كويس أوي، وأنا هسافر بره أجيب أحدث آلات في العالم. إن شاء الله. عايز أرجع ألاقي التصميمات خالصة بأسرع ما يمكن. حاضر. عشان نبتدي على طول. حاضر. ما تقلقش أحمد بيه، إن شاء الله ترجع تلاقي كله تمام. انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو عندك هنا؟ انت مين يا ابني؟ اني صاحب الارض يا بيه، لو حاطط يدي عليها بقالي 20 سنه. انتوا بقى اللي مين وبتعملوا ايه في ارضي؟ ارضك لو سمحت. هو فين الاستاذ حسين؟ اهلا وسهلا، اي خدمه حضرتك؟ أيوه. أنا كيداهم اللي كلمتك عني شربات، لا قصدي نادية. أهلاً وسهلاً، اتفضلت. أهلاً بيكي. اتفضلي. أموري. نادية قالت لي إنك غيرت الشقة وإنك هتديني الراتب أول كل شهر. تمام، كله جاهز. لحظة واحدة بس، أيوه. أدي المفتاح وأدي العنوان. تمام، معلش مش هقدر يعني اضيفك عشان ما ينفعش تقعدي هنا كتير، انت فاهم؟ طبعا. ما انا واخده بالي. تعرفي بقى تقري ولا اوصفلك؟ لا ما تخافش عليا يا اخويا، انا برضو قديمه وايديا مش في الميه. ايه بقى يا نادي، هو انت هتحلوي لي بقى كل ربع ساعه؟ لا بقول لك ايه، ما بحبش الجو ده، بتخانق. وانا راضي بيك على اي لون يا علا.
انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ اي حاجه ما تضايقش حتى ابوك. بص انا ما برجعش في كلمتي، انما لازم تفهم حاجه مهمه، لو الشغل دخل بينا الجوازه دي هتبوظ. يعني ايه يا نادي؟ يعني انا لا ناوي اشتغل ولا هجيب لك فلوس. لا 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 ما خلاص، انا خلاص مش هدق بقى الموضوع ده تاني، انا عرفت دقك والتوب. انا عارفه يعني مش في دماغك دلوقتي، بس يمكن تجي لك كمان شويه او بعدين، ولازم نعمل مشروع صغير كده ولو قدام الناس. انا خايف اقول لك اه ابقى بنصب عليكي كده من اولها. لا يا اخويا ما تقدرش تنصب عليا، معاش ولا كان اللي ينصب عليا، ده لسه ما اتخلقش. بس التوبه ممكن تيجي، ما بقولش امبارح، ما بقولش النهارده، يمكن بعدين. يعني ايه نوصل لاعلى المستويات في البلد وناخد الارض وفي الاخر يجي بلطجي زي ده يوقف لنا المشروع؟ وفعلا لو في قضايا بينه وبين الحكومه مش هنقدر ناخد الارض الا اذا اشترينا منه. امتى بس القضايا دي؟ ما هي مش معقول برضو الحكومه هتبيع لنا ارض عليها نزاع قانوني. الو، عملتها وحبست الراجل بتاعنا وطلعت لفوق وخدت الارض، ابقى جابني بقى لو عرفت تنزلها تاني. مين اللي بيتكلم؟ مش مهم مين اللي بيتكلم، المهم انك هتدفع. هتدفع بس المرة دي بقى هتدفع الدبل علشان تتعلم ما تعملهاش تاني. السلام عليكم يا احمد بيه. احنا منعنا زيارة بالليل بس عشان خاطر حضرتك ما جيتلهاش بقالك كتير، هنسيبك تشوفيها المرة دي. كتر الف خيرك، متشكرة قوي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرم يا حبيبتي، حرم يا ستي. نادية، نادية يا بنتي، وحشتيني يا أمه قوي قوي، وحشتيني قوي يا نادية. تأخرتي عليا قوي المرة دي يا بنتي. أعمل إيه يا أمه، ما أقدرش أجيلك في أي وقت، وحشتيني. سلو بلدنا، هنعمل إيه؟ أنا بسأل دلوقتي يا عمدة، الأرض دي كانت فعلاً تحت إيد الراجل ولا ده موقف مفتعل بالاتفاق مع جماعة اللي في مصر؟ ودي عايزة سؤال يا أحمد بيه. والله يا بيه ما أعرفش، بس حامد ابن عرفة هو اللي طول عمره شغال في حكاية الأرض دي. وإزاي تبقى عمدة البلد وما تعرفش؟ هاني ليا الناس ومصالحهم في الكردون بتاعي، لكن الأرض اللي على الطريق دي يا بيه أنا ما أعرفش عنها أيته حاجة. أنا بقول إن إحنا نصرف نظر عن الأرض دي وناخد قطعة جديدة في المنطقة الصناعية. لا، أنا حابني مصنعي قريب من البلد عشان اشغل اهلي وناسي، مش هرجع عن كلامي ده مهما كان التمن. ربنا يقدرك على فعل الخير يا احمد بيه. اللي هيفصل بيني وبينه اذا كان في ورق فعلا ولا ما فيش، والورق ده يكون ابتدى يتعمل من امتى. تعرف يا عمده تجيبه لنا نتفاهم معاه ولا دي كمان ما تعرفهاش؟ ازاي بقى يجي لحد عندك يا باشا، يجي على رموش عينيه كمان. تاني يا ناديه، تاني رايحه لهم برجليكي؟ ياما ظروف حكمت عليا بكده، اعمل ايه؟ ما هو انتي لو ما كنتيش حبستي السايغ عشان خاطر ابوكي ما كانش حد حتى شاف خيالك. طب يرضيك يعني ابويا يتظلم واسكت ياما؟ ما هو طول عمره ظالمني وظالمك. اللي زي ده يا بنتي ما يجيش من وراه غير المصايب. المصيبه الكبيره بقى انك راح تتجوزي منهم وتعيشي في وسطيهم. ما هو ياما ما اقدرش ابقى بره دلوقتي لوحدي، هيبقى خطر عليا، انا لسه مفهماكي كل حاجه. كان نفسي يا ناديه تبطلي شغل بقى واطمن عليكي. والله نويت وابتديت بس الدنيا عصياني، وبعدين انا متفقه مع خنزير ان انا مش هشتغل تاني. متهيألك. يو متهيألي ازاي؟ يعني هيجبرني ولا ايه؟ يا بنتي مش هتخلصي منهم. ياما بتعيطي ليه دلوقتي؟ انا عملت لك حاجه؟ بعيط عليكي وعلى بختك واللي جريلك. بعيط على ابنك، عالزمن اللي خلاه يموت من غير ما اشوفه ويحرمني منه. يو ياما، يو ياما، ده انا بحاول انسى بالعافيه. جوزت الندامه الجاية تفرحني قال. بكره تتعدل بس انتي ادعيلي شويه. ربنا يا بنتي يسترها معاكي ويعدلها لك. المهم دلوقت ابوكي ما يعرفش اني لسه عايشه، مش عايزه اشوفه ولا اسمع حسه لحد ما اموت. بس ده كتير قوي، معقول فدان رمل يوصل تمنه للدرجه دي؟ والله يا بيه السعر في بلدنا كده، هنعمل ايه يعني؟ حامد مجاملك على الاخر يا احمد بيه، وكفايه نجيب البلد لحد هنا. وانتوا اساسا دافعين فيها حاجه؟ ازاي يعني؟ مش شارينها من اصحابها؟
وفيه قضايا ونزاع كبير بيناتنا وبين الحكومة، مش دي كلها مصاريف برضك؟ أنا مش هدفع أكتر من 500 جنيه في الفدان. يفتح الله يا بيه، ما عندناش حاجة نبيعها. اقعد بس يا حامد، الكلام أخده عطل. هنفصل في إيه يا أبو العمدة؟ أنا بقول قدامك 5000 جنيه والبيه بيقول 500. ما أنا هاخد الأرض هاخدها. اطلع لك بقى برشين بدل ما ترجع إيد ورا وإيد قدام. واه! البيه فاهم إن إحنا فلاحين غلابة يا أبو العمدة، وهيتجوع علينا بناسه اللي في مصر. أنا ما بتقواش على حد. اسمع يا بيه، إذا كان عندك ناسك أنا كمان عندي ناسي. ولا هيخط عتبة الأرض برجليه أنا أطخه بالنار. يلا يا أبو العمدة. لا دوره حد كبير. واضح يا أحمد بيه. بس أنا مش هسيبه. هيخرج من الأرض يعني هيخرج من الأرض. حتى لو ما كناش عايزينها أو اضطرتنا الظروف إن إحنا نبني المصنع في أي مكان تاني. هو ده اللي مزعلك؟ ربنا يقسي قلبه عليا كمان وكمان ويطلقني. يعني أنت ولا عمك؟ يا ريت الكلام اللي بيقوله النادي انسحب. أبوكي بحر وغويته ومحدش يعرف نيته. المهم إنك تجاريه وتفهمي إنك تسمعي الكلام وإنك هتسيب المدرسة بس بعد السنة دي. وأنا لما أخرج هيبقى ليا معاه كلام تاني. إمتى بس يا أمه؟ إمتى؟ الجمعة الجاية نازلة جلسة. ربنا يستر ويحنن قلب القاضي علي. يا رب والنبي يا رب. المهم ريحي قلبي إنتي وما تجيش هنا تاني. مش عايزة رجلك تاخد على الإقسام والسجون. كفايه الهم اللي انا فيه. ما تزوديش هم يا عزيز. ايه ده يا نادي؟ انا بقى صارف ومكلف ومعيف نفسي. ايه ده؟ فين فستان الفارع؟ ايه يا حمار انت؟ ايه عروستنا زي الفل، اخر شياكه زي القمر يا حبيبتي. الله، وشايف اللي ده هشفين هنا ليه؟ شايفني بريالة أول مرة اتجوز؟ يا نادية ده أنا كان نفسي أدلعك. وإيه القرف اللي أنت لابسه ده؟ حتة من الكنبة دي؟ ما هي نادية عندها حق، مفيش داعي لليصة ولمة الناس. حد من الأعدقاء يدخل وسطينا تبقى كارثة. خلاص موافق يا مالك، أنا من كافة ده الكافة ده. يلا يا أوزع، خلي الشرابية أجيب العربية على الباب ويطلعها لها قدام الشقة كمان. دي نادية أنزحة على سن ورمح. جرايا عوزة، ما تعرفش فرق خنزيرة ولا ايه؟ والمعلم فرق خنزيرة كمان. يلا يا مالكة، كتر خيرك يابا. يا معلم. نعم يا مطفطف. أنا ليا بقى في الحكاية دي 50 باكو وعتاكلهم علي. يا ولية يا أورما، يعني أنت معلقتيش من فرج؟ ودي برضو تفوت عليا؟ الأرض دي بتاعتكو قبل ما تكون بتاعتي أو بتاعت أي حد تاني. المصنع اللي حتبني هنا مش هشغل لوحدي، أنتوا اللي هتشغلوني، أنتوا اللي هتكسبوني وتكسبوا من ورايا في نفس الوقت. وإحنا معاك يا أحمد بيه، وهنوريهم الفتوانة على أصولها. ساعة زمن وكل واحد يجيب سلاح. لا سلاح لا، إحنا هناخد حقنا بالطرق المشروعة، والحد ده ما يحصل هنعيش كلنا هنا في الأرض وأنا أولكو. عايزين يضربونا بقى بالرصاص؟ اهلا وسهلا، في سلطه في البلد هتعرف تحمينا. ايوه يا فندم، لحظه واحده. موجود مدير الامن على التليفون يا احمد بيه. صباح الخير يا باشا. اه طبعا طبعا يا فندم. اللي حصل ده عمليه غش وخداع. القضيه اللي اترفعت على الحكومه دي اترفعت بعد ما اتقبض على المرتشي اللي انا بلغت عنه ب 24 ساعه. لا يا فندم لا، الكلام ده ما حصلش. أنا حنزل أنا والعمال بتوع الأرض وحمايتنا مسؤولية الدولة. آه طبعًا، بلغت النائب العام وحبلغ سيادة الوزير وعضو مجلس الشعب المسؤول عن الدايرة عشان يقدم استجواب في أول جلسة. مش هسيب باب مشروع إلا وهخبط عليه. أيوة كده يا نادية، بقى تحكي بقى يا نادية، من ساعة ما جينا وأنت عاملة كده. إيه يا واد؟ وإيه اللي إيه يا واد؟ إيه يا نادية؟ أنا برضو فرخ خنزيرة. بلاش خنزيرة بتفوقني. أيوة عندك حق، بلاش خنزيرة، بس برضو واد طرب وطول بعرض وحاجات كده صح؟ أو. لا وخفة الدم يا نادية، والمسائل دي برضو لها عامل. يا سلام يا أخوي، أنت يا حبيبي
حظك قليل، كان لازم تكون نجم من بتوع السيما ولا رشدي اباظها في زمان. تقولي فيها يا بت؟ طب بص عندك يا بنت والدك، وحياه ابوكي مش فريد شوقي على الشاطئ؟ يا عم فريد شوقي برقبتك ورقبتك يا ايوه كده يا بت، انا عارف بس كنت عايز بضحك معاكي. ايوه كده يا نادي، عليا النعمه اخلي حياتك كلها هزار ولعب وحب، مفيش جد خالص. يا عم اسمع كلامك اصدقك. لا يا حبيبتي مددي هنا يا نادي، مش بس كلامي يا نادي وافعالي كمان، اعمل اللي انت عايزاه يا نادي، غيري فيها زي ما انت عايز، محدش يكره المصلحه. ما تزنش على خراب عيشك يا فارق، خلينا متجوزين زينا زي الناس. الله، وليه يا نادي جوازتك ما تبقاش على حق وتبقى مبسوطه قوي ونغني الاوله في الغرام؟ لو فتحت قلبي مش هتلاقي الا طريقين، يا تهنيني وتسعدني وتلاقي الجنه ونعيمها، يا تتعبني وتزهقني وساعتها مش هتشوف غير نار جهنم. الاولانيه يا نادي، التانيه دي رخمه، نار جهنم، خلينا في الجنه ونعيمها. تسعدني؟ هسعد اهلك يا نادي. موقف كده بقى خطر وانا خايف عليك يا احمد بيه. اللي خاف ما ينزلش من بيته. لو كانوا عايزين يضربوا في المليان كانوا ضربوا. اللي زي دول اجمل بكتير. سموني خنزير عليه. ليه؟ وانا ابن اربع سنين لقيت نفسي لوحدي في الشارع. ازاي يعني؟ زي الناس، لقيت نفسي لوحدي في الشارع كده. لا اب ولا ام ولا زي ما بيقولوا ولا حكومه تلام. لما كنت اجوع يا ناديه كنت انزل الام في الزباله واكل منها. الناس كل اللي عرفت تعمله انها تقول اخنزيره. انت بتقول لي الكلام ده عشان تصعب عليا ولا ايه؟ بس كمان يا نادي علشان تعرفي انا ازاي بقيت كده. في ناس كتيره ظروفها اصعب مني ومنك وما سرقوش. صح، بس كل برغوت على قد دم، واللي تقدري عليها بنت الناس حد تاني ما يقدرش عليها. نادي مالك سكت ليه عنزاح؟ عشان اللي خلقك وخلقني قادر يرزقنا زي ما بيرزق السمك في المي. ايه؟ امي دايما تقول لو الحرام يصبر على رزقه كان جاله في الحلال. امي طبعا، امي طبعا، هي جابت داج الحافي غير امك علشان قال بيها وما نفذش كلمته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا هلا، ده تهديد من تحت لتحت. قال على راي المثل اقلب القدره على فمها تطلع البيت لامها، وانا بنتها.